يظهر اننا من كتر ما بنقعد نقول للناس يفكروا بره الصندوق لو بيطلعوا بافكار غريبه شويتين. فجاه ظهر طيار بيشجع تصدير الكلاب كفكر استثماري، ولغايه هنا الكلام مقبول. لكن لما تعرف ان التصدير مش هيكون لاوروبا وامريكا بغرض التبني والتربيه، وهيكون لمناطق في شرق اسيا بتاكل الكلاب وبتعتبرها من وجباتها المفضله، ساعتها لازم الكلام يتغير. ظهرت مؤخرا اقتراحات انا عارف انها تستفزك يعني، بس هو بيتقال طب ما هنصدر الكلاب دي للشرق الاقصى وهناك بياكلوها بقى وبيعملوها، مالناش دعوه، بس حلينا المشكله وجبنا عمله صعبه. انا مش هقدر اعلق لان تعليقي الرقابه مش هتوافق عليه. فاضل ان هم يصدرونا احنا كبني ادمين، يمكن ننفعهم في حاجه، ياكلونا بقى، يعملونا جلد، يعملونا كنبه. النبي الاقتراحات دي بتعفرتني، بلاش تقولها لي ارجوك. لا اصدر كلب انه عيله تقتنيه او هم عايزين النوع ده يقتنوه زي ما بيقدروا جدا القطط البلدي والكلاب البلدي في الدول الغربيه، ده موضوع. وان انا ابقى مرودياه عارفه ان دول بيقعدوا يسلخوا الحيوان حي ويحرقوه حي عشان ياكلوه، لا طبعا. احنا عندنا في ديننا ما ينفعش ان الكلاب تتاكل، فانا اصدرها واخد فلوس من حاجه حرام؟ في فتوى طالعة من مجمع البحوث الإسلامية بتحريم أكل القطط والكلاب بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، واللي داخل من ضمنهم الكلاب والقطط. في رأي بيقول والله النهي الذي جاء في عدم أكل بعض الحيوانات جاء صريحا في القرآن، وبالتالي ما ذكرش فيها الكلاب، خلاص. في رأي تاني بيقول لا، ده في حديث انه سام حرم كل ذي مخلب وناب. كفكر ده فكر كويس جدا، ان احنا نصدر، ان احنا نصدر عدد الكلاب اللي عندنا نوديها هناك، بس تحت اشتراطات، تشريعات، رقابة. هو المفروض ان الموضوع حل للمشكلة اللي في الشارع، مش حاجة اقتصادية. انا مش بحاول اشوف هجيب فلوس منين. حضرتك مع تصدير الكلاب اللي تناولها كطعام؟ طب لا، ممكن عايز الناس، اتمنى حد يرد عليا. طب ما حضرتك مش من اقدم الدول على مستوى العالم بتصدر ضفادع؟ هو الضفدع ده مش حيوان؟ مش حضرتك من اقدم الدول العالم اللي كنت بتصدر الخيول؟ حتى مش فكره ان هم بيذبحوا الكلب وبياكلوه، لا، هم بيعذبوا الكلب عشان هم مقتنعين ان تعذيب الكلب، اللحمه بتاعت الكلب لما ياكلوها هتبقى ألذ. بيقولوا ان دول شرق اسيا بيسلخوا الكلاب احياء عشان يبقى طعمها احسن. هل لو انا عارف المعلومه دي اتحمل جزء من الإثم؟ خلينا يا اخي نتعامل زي الغربيين حتى في استراليا ولا غيره، اللي ما بيرفض ان يصدر لنا ما بيحس ان احنا بنعمل غلط. المفروض يبقى عندنا نوع من الرأفه والرحمه. لو انا عارف ان هو يتعامل معاه غلط ما صدرهولوش. زميلتنا العزيزة منى خليل رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان تواصلت مع سيادة النائبة وقالت لها يا سيادة النائبة، الدول اللي حضرتك بتقترحي أو المقترح ده بيقول إن احنا نصدر لها كلاب شوارعنا، الدول دي يا فندم بتسلخ الكلاب وهي أحياء. فردت عليها سيادة النائبة بكل ثقة وقالت لها والله يبقى الذنب عليهم مش علينا. أنا أحد الصحفيين التقليدية بيقول لي إن في مشروع قانون مقدمه أحد الزملاء عن خصي الكلاب الدولار. فقلت له طبعا ده ممنوع لان ده اساسا ضد الرفق بالحيوان، انت كده هنسبب في انقراض النوع ده من الحيوانات. فده طبعا، فقال لي والله احنا كنا بنستعمل السم. قلت له برضه ده مرفوض تماما. قلت له قال لي بنضربهم برصاص. قلت له ده مرفوض تماما. قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له والله في كذا طريقه، احنا ممكن نجمعهم في هانجر كبير جدا ونبتدي ندربهم يبقوا زي كلاب الحراسه او نحسن النوعيه بتاعتهم ونستطيع ان احنا نستخدمهم في اشياء اخرى بدل من ان احنا نعمل ده. او بعض الدول بتستخدمهم يعني عايزه التفصيل ده من الفرق، ولا جبت كلمه كوريا ولا جبت كلمه هذا، بس ده اللي حصل. وما كانش في الحقيقه ده لا مقترح مقدم زي ما يتقال في مجلس النواب ولا مقترح انا تقدمت بيه ولا اي حاجه، ده كانت مزرعه عاديه خالص. في كلام تاني قيل مؤخرا واتمنى ان يكون هذا الكلام خاطئ، اتمنى
انه في مشروع يعني بيتم دراسته في البرلمان انه كيفيه او دراسه كيفيه الاستفاده من ثروه او كلاب الشوارع كثروه اقتصاديه. هو احنا ممكن نستفيد من كلاب الشوارع كثروه اقتصاديه ازاي؟ ما هي حاجه من الاثنين ملهاش ثالث، يا هنعملها حواوشي وهناكلها يا اما هنصدرها ونرجع تاني للمقترح اللي حصل من اكتر من سنه وقلبنا الدنيا عليه، والنهارده رجعوا يقولوا لا ده ما كانش فيه الكلام ده، انتوا اللي بيتهيأ لكم ان احنا كنا هنصدر كلاب الشوارع. هل تصدير الكلاب حل مطروح اصلا ولا فرقعه اعلاميه ملهاش اساس؟ مين ثبت ان مصر صدرت كلاب دوله كلاب لدوله من دول شرق اسيا عشان تاكلها؟ تصدير ده كان نيه واقعه فعلا، واللي اتقال من المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه بهذا الخصوص كان صح 100%. لا في قانون يمنع ولا اي معاهدات دوليه ولا اي قرارات تمنع تصدير القطط والكلاب لاي دوله من دول العالم. انا كشرقي ما اتقبلش ان اكل الكلب، دي حاجه مفروغ منها. لكن اصدره يتاكل؟ ما اصدره بقى يتاكل، يتربى، يعمل ايا كان اللي هيتعمل نشاط اللي هيتعمل بيه، ده مش مسؤوليتي. في ناس حصلت على رخصه اصداريه مثلا بتصدير 500 كلب، 150 كلب، 100 كلب، بس مش الغرض منها لشق الاقصى، هي قصتها بسيطه جدا. مش كل الطيارات بتسمح باصطحاب الكلاب في نفس الطياره، فبيجي بيطلع من عندي رخصه تصديريه ب 100 كلب 150 كلب، وابتدي بقى الناس اللي عايزه تاخد معاها كلبها او تبعته شحن بيروح للمكتب دوت، هو يتولى ارساله لصاحبه. وزاره الزراعه لا تصدر ولا تستورد، يعني احنا وزاره الزراعه نفسها لا تصدر كلاب ولا تستورد كلاب، ولكن الإجراءات المتبعة في مثل هذا الأمر في إجراءات معينة لخروج حيوان أو دخول حيوان مع أي راكب. إن لو راكب معاه كلب أو قطة أو كلبين أو قطتين يسمح له بالخروج عادي، بحيث إنه يكون كل حيوان معاه جواز سفر وشهادة صحية. لم تقتصر معاناة الكلاب في بلدنا على الموجودين في الشوارع، المعاناة بتمتد أحيانا داخل المنازل لما يسمى بالكلاب المملوكة. انتشرت مؤخرا ظاهرة امتلاك الكلاب لدى أشخاص بعضهم غير مؤهل نفسيا. مش معنى أنك اشتريت كلب أنك حر تعذبه وتضربه وتشرسه وتدخله في معارك دموية مع كلاب تانية ممكن يصاب أو يفقد حياته فيها. لازم نعرف أن ذنب إزهاق الأرواح مش مقتصر على الضحايا من البشر فقط.